آية محمد الدردار من قسم العمارة والتخطيط العمراني في جامعة طرابلس. الفكرة من 4 سنوات فاتوا انبثقت الفكرة في أحد مقرراتنا ستوديو الأوربن ديزاين. الفكرة جت إن إحنا نبوا نلموا شمل الناس مع بعض. لاحظنا إن مؤخرا الناس دي في تشتت بيناتهم وأصبحت السيارة هي المسيطرة وهي يلي الأساس في حياتنا. فإحنا قررنا نبوا نعطوا الناس فكرة بس كيف ممكن يكون الشارع من غير السيارات. جميل جدا كان الإقبال، تجهيزات جميلة جدا كانت داخل الاستوديو، بدلنا مجهود من جميع النواحي من تنظيم وأفكار وكان في برينستورمينج وما إلى ذلك، والداعمين بارك الله فيهم حتى هم ما قصروش معانا. اشتغلنا مع مجلس البلدية بارك الله فيهم حتى هم بلدية طرابلس المركز. يعني الحمد لله كان في إقبال كبير، ويعني الحمد لله الناس كلها رحبت بينا. الصورة الصورة خير، شمس قوية هذا عليها. مش نشتغل في المنطقة وأنشط عرفتي إيه لنا زمان، والويب سايت هو مركزين عليه التركيز الكبير إن شاء الله. أمل خميس دربي طالبة في قسم هندسة معمارية جامعة طرابلس. هذه الاحتفالية هي مبادرة من طلبة قسم هندسة معمارية بالتحديد مقرر أوربن ديزاين. هذا المقرر ندرسه فيه بشكل معمق على تخطيط المدن، بالتحديد مركزين على ميزران. هذه الاحتفالية حبينا إن احنا نوروا الشارع بطريقة مختلفة عن مفهوم الشارع في ذهننا، وفي نفس الوقت إن أصبح الوقت الحالي سطوة السيارات بشكل كبير في الشارع، يعني بدنا نحترمه في السيارة أكثر ما نحترمه في الإنسان. البديل هي كانت إن التحرك مشي على الأقدام وفي نفس الوقت الدراجات. هذه حتى رياضة، لأن خلاص بدأ يعني الحركة بالهون تمشي جهد شوية تدهش، فإحنا حبينا أن يكون الحركة مشي على الأقدام، الناس يحسوا تجربة مختلفة، الأماكن هيك مفتوحة، الشارع تحس باحتواءها أكثر منها هي موضوع سيارة وندرسك إياه. بدأ مزعج بصراحة الوضع في ليبيا. الأنشطة مختلفة في كل نقطة معينة، درنا نشاط مختلف عن الثاني ابتداء من الشارع ميزران اللي احنا متواجدين فيه حاليا. الفكرة متاعها كان انهم هم أكشاك بزارات مفتوحة في على طيلة الشارع، فتحناها للمشاريع الصغرى انها يخوضوا تجربة مختلفة والناس يخوضوا تجربة مختلفة. بعدين عندنا في حديقة ميزران درنا فيها أنشطة مختلفة اللي هي الخيمة التراثية، فيها شاهي العالة، الحاجة التراثية التقليدية، الحلويات، هذه كلها مجانية لكل الناس. عندنا زون الأطفال هو زون فيه الرسم والتلوين وفي قصص عن طريق الظلام في الليل يعني تكون. وبالإضافة إلى عنا الخيمة الطبية فيها كشوفات للناس من الضغط والسكر، قياس الوزن، كشوفات الأسنان، وموضوع اللي دخلنا في شركة يعني متعاونة معنا موضوع النفسي للطلبة ومن الضغط والسترس، الدعم النفسي بالضبط. هذه كل الأنشطة موجودة في المسابقة في الحديقة، بالإضافة إلى عنا حتى موضوع المسابقات، حاولنا أن تكون مسابقات ثقافية لها علاقة بالتراث وحتى الألغاز يعني والأمثال الشعبية شاركناهم. هم في QR مجرد أن تقرأ يحولك الرابط شارك في المسابقة والرابح عنده هدية. هذا
عدنان علي صادق الحسنين، أستاذ مشارك في قسم العمارة والتخطيط العمراني بجامعة طرابلس. هي الحقيقة مبادرة من طلبة قسم العمارة. أحد المقررات اللي تعاطوا معها هو استوديو التصميم العمراني، اللي هو بالإنجليزي يقولوا له Urban Design Studio، وفيه تعرفوا على مجال من مجالات التخطيط العمراني، وهو أيضا ذو علاقة بمجال العمارة. أيضا هو مجال يربط بين العمارة والتخطيط العمراني، هذا التصميم العمراني. قفل الشارع كان فكرة من يعني عنصر من عناصر المبادرة، بحيث نريحوا الشارع وبعدين احنا نرتاحوا ايضا قليلا، يعني ناخذوا برهة هيك فترة راحة نتأمل فيها ونجتمع فيها ونلتئم فيها، زي في هالمكان. هذه الوسعاية هذه كانت عبارة عن موقف سيارات، فالآن اصبحت مكان يلتم فيه الناس. وعندنا من ضمن النشاطات حواريات، وفي مناشط اللي هي علاقة موجهة ومستهدفة للنشء والأطفال. عندنا برنامج له علاقة بركوب الدراجات وتشجيع الناس على ركوب الدراجات. طبعا هذا كله أيضا فيه محاولة لأيضا لفت انتباه أصحاب القرار المسؤولين بضرورة الاهتمام ب الأحياء وبالشارع. الشارع ليس فقط هو عبارة عن ممر عبور لحركة السيارات، ولكن هو المفروض يكون مكان أيضا نستمتع فيه إحنا الناس، يعني الناس البشر يستمتعوا فيه بالمشي مثلا. يعني إحنا الآن تول المجتمعات المتقدمة يعني يشجعوا على رياضة المشي ورياضة الجري وركوب الدراجات وهكذا، فمعناش مجال إحنا